السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة اليوم مشاهدين الكرام. سنقوم اليوم بمراجعة جهاز جيون الجديد جيون ام 4 جيون ام 4. أطلقت شركة جيون جهاز جيون جديد يحتوي جهاز على سعة التخزين ب10,000 قناة، يحتوي على منفذ USB، يحتوي على آخر تحديث بالنسبة لتطبيق اليوتيوب، ويدعم خاصية الواي فاي، ويدعم خاصية الجيل الثالث 3G، ويأتي أيضا بخاصية H265. لنقوم بفتح العلبة لاكتشاف الجهاز. نجد في العلبة الـ HD كيبل، ثم جهاز التحكم، ثم بطاريتين صغيرتين لجهاز التحكم. ثم جهاز الجيون ام 4. نجد الكتالوج ايضا وشهادة ضمان الجهاز. هذه هي واجهة الجهاز. الواجهة الأمامية، نجد في الواجهة الأمامية للجهاز زر التشغيل وأزرار التنقل ما بين القنوات وأزرار التحكم بنسبة الصوت. الواجهة الخلفية للجهاز، يحتوي الجهاز على زر تشغيل وقطع إيصال الطاقة بالإضافة إلى كيبل خاص بوصل الطاقة للجهاز بالطبع، ويحتوي الجهاز أيضا على منافذ جاك، ويحتوي أيضا على منفذ HDMI كيبل ومنفذين USB ومنفذ LNB الخاص بالساتيليت كيبل. من مميزات هذا الجهاز، يأتي الجهاز بسيرفر فوريفر ب15 شهرا وشهر واحد بالنسبة للاي بي تي في ابولو. عيوب هذا الجهاز، لا يحتوي هذا الجهاز على منفذ الار جي 45 الخاص بتوصيل صبي بالانترنت الى الجهاز، لكن في نفس الوقت يتوفر على خاصيتين جميلتين، خاصية الواي فاي وخاصية الجيل الثالث او ما يطلق عليها خاصية 3G. يمكنك قراءة ومتابعة الموضوع كاملا على مدونتنا في رابط اسفل هذا الفيديو، بالإضافة إلى تحميلنا لملف قنوات من إعدادنا خاص بجهاز الجيون ام 4، بالإضافة إلى أول تحديث للجهاز. هذا كل ما كان في حلقتنا اليوم في درس وحلقة قادمة إن شاء الله. زوارنا الكرام، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.